لو لم تتحول روايته حياة باي إلى فيلم من توقيع المخرج التايواني أنغ لي العام 2012 ونيله الأوسكار لما سمعنا ربما باسمه، بالرغم من نيل الرواية جائزة مان بوكر المرموقة العام 2002. الرواية في حد ذاتها ليست موضوع حلقتنا اليوم، بل كاتبها يان مارتل الذي يعتبر من أهم الكتاب الكنديين المقروئين في العالم. يان مارتل ذي الأصول الإسبانية، ولد في مدينة سالامانكا أو شالامانكا بإسبانيا، ولأن والده كان دبلوماسياً فقد ترعرع بين دول كثيرة غير إسبانيا التي ولد فيها وأونتاريو الكندية التي درس فيها حتى تخرج في إحدى جامعاتها. فقد عاش في ألاسكا وكوستاريكا وفرنسا والمكسيك. تشبع مارتل بأجواء الشرق خلال رحلاته بين تركيا وإيران والهند تحديداً، وعمل في وظائف غريبة في مقتبل عمره، ثم قرر في 27 من عمره أن يتفرغ للكتابة، وكان ذلك نعم القرار. دخل عالم الأدب بمجموعة قصصية العام 1993 بعنوان الحقائق وراء هلسينكي روكاماتيوس. أما روايته الأولى الذال فقد أصدرها سنة 1996. تلتها كتب أخرى نال عليها جوائز عديدة بسبب الموضوعات الصادمة التي كان يطرحها والعناصر البنائية لروايته. ومع هذا فإن أشهر رواياته حياة باي أثارت الكثير من الجدل بسبب التشابه الكبير بينها وبين رواية ماكس والقطط للكاتب البرازيلي مواسير سيكلير، والذي كان ينوي أن يلاحق مارتل قضائياً، لكن المشكلة بينهما حلت حبياً، وكانت سبباً آخر لزيادة مبيع الكتابين معاً. الجميل في حياة مارتل ليس باب الثراء الذي فتح له على مصراعيه منذ نال جائزة المان بوكر، بل حفاظه على تواضعه وأخلاقه الرفيعة. فقد عاد إلى مدينته للاهتمام بمرضاه، حيث يعمل في عيادة للرعاية التلطيفية، وهي عيادة تساعد المرضى المتعبين نفسياً للتشافي عن طريق الكتابة. سنة 2007 أطلق مارتل تحدياً بعنوان ماذا يقرأ ستيفن هاربر؟ وستيفن هاربر كان آنذاك رئيس الوزراء الكندي، فراح يرسل له كتاباً كل أسبوع ليقرأه، ليبلغ عدد الكتب التي أرسلها له 100 كتاب وكتاب من القطع الصغير، وكان هدفه الدخول معه في حوار. وقد أنهى التحدي سنة 2011 وأصدر كتاباً أول بالمراسلات التي تمت بينهما سنة 2009، ثم كتاباً آخر في 2012 للمراسلات الكاملة. لمارتل أيضاً مواقف إنسانية كثيرة تضاف لرصيده، مثل موقفه ضد إسرائيل التي تريد طرد شعب بأكمله من أرضه